بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال يا رب العالمين جميعا إن شاء الله. النهاردة هنتعرف مع بعض على موديل خاص بسيزون الشتاء السنة دي، هيعجبكم. حلو قوي، شكله شيك أهو. ده عبارة عن دريس، هنا في كسرات عند الوسط، هنا في كسرتين وهنا في كسرتين، ده عادي بيزك. ده البيزك اللي تحته عبارة عن برضو هنا صدر مربع وملبوس تحته عادي، شميزة عادي. في اللي هو الجاكيت ده كم عادي طول لحد الوسط هنا، ممكن اعمله بزراير او لا براحتك، برضو هي عادية كول عادية تمام. هو نازل هنا يا جماعة، بصوا حاجة من الاتنين، يا تنزليه صك وهو مش صك. هنا طبعا هنا المسافات الكسرات نازله لغايه تحت زياده فوق، فمدياكي واسعه خلاص. يا اما ان انا هعمله قفازيه شويه يعني عندك، لكن هو مش كلوش ولا الكلام ده خالص. خلاص هنشوف مع بعض هنعمل ايه. كميه القماش اللي احنا هنقدر نشتغل عليها الموديل ده هتبقى حوالي من 2.5 لـ3 على حسب الجسم. لو الجسم زي الجسم اللي في الصوره، البيزك بتاعك هياخد حوالي 1.5 متر، والكوت اللي هو القصير دون هياخد طول الكوت زائد طول الكم، بس خلاص كده تمام. لكن لو حد مبتلق لا، هتبقى الحسبة اكتر، عشان خاطر طبعا انت عارفة ان الجسم المبتلق بيبقى بياخد اكتر. خلاص كده تمام، يعني اقل حاجة هناخدها 2.5 متر، مش اقل من كده طبعا. خلاص طيب هنشوف هنقدر نعمل ازاي. اول حاجه هنعمل الجزء اللي فوق، ان انت هتجيبي طول الكورساج بتاعك او طول القطعه اللي فوق لحد الوسط بتاعك، وبتزودي حوالي من 2 لـ3 سنتي قيمه الخياطات بتاعتك. هنعمل ايه بقى؟ هترسمي رسمك العادي، مقاساتك العاديه الثابته بتاعتنا عادي، عرض الكتف، دورن الرقبه، طول الصدر، طول الوسط، الكلام ده كله. طيب حاجه من الاتنين لو انت هتعملي طبعا انت اكيد عارفه احنا امتى نعمل المقفول، الناحيتين مقفولين، وامتى اعمل ناحيه مقفوله وناحيه مفتوحه. لو انت تعملي سوسته هتعملي من الناحيه المفتوحه، لو الحاجه مجسمه حاجه واسعه شويه ممكن نعملها ونعملي فتحه في الظهر، فده حاجه ترجع لك حسب راحتك للموديل بتاعك. اول حاجه هنعمل عرض الكتف بتاعي، هنقسمه على الاتنين، وبعد كده بنزل الـ3 سنتي دول، احنا اتفقنا ان دول ثوابت معانا. يا ريت الاول مره يدخل معانا القناه يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، وما تنسوش اللايك للفيديو تمام. هنيجي بعد كده نكمل، هناخد دوران الرقبه هنقسمه على الخمسه، والناتج بيطلع طبعا احنا اتفقنا ان احنا بعمل طول وعرض وباخد دوران وبعد كده الخلفي صح. بس احنا شايفين في البيزك ده يا جماعه ان ده مربع مربع خلاص. طيب لما انا عايزه مربع انا هعمل ايه؟ انا هنزل كده اهو العمق بتاعي حسب رغبتي، انا ممكن اعمله 15 سنتي، هنزل 15 سنتي وبرده تقيسيها عليكي، شوفي العمق المناسب ليكي، وهعمله مربع، يبقى الصدر ده اصبح مربع مش مدور، وكمان عميق شويه، لان انت زي ما انت شايفه كده لو انت هتلبسي تحته قطعه فمش يعني عادي، ما هو اصلا ملبوس تحته شميز. وبعد كده هنا عندي ده هنا يا جماعه هنا كده الكتف بتاعي خلاص. طبعا عايزه اخد طول الصدر وعندي طول الوسط، وطبعا بالاضافه بتاع لايه للخياطات بتاعتي اوكي تمام. تمام هنا عندي ده دوران الصدر، هنا الوسط بتاعي خلاص. هاخد طبعا بنزل هنا زاويه قايمه، واخد هنا دوران الصدر، وهنا دوران الوسط بتاعي اهو خلاص. وهنا طبعا حده الجيرو مكان ما تجيلك بتقسميها على الاتنين طبعا، ومكان ما بتيجي بتكملي خلاص. ده الثوابت والاساسيات بتاعنا احنا على الموديل ده يا جماعه، متقسم كذا جزء، فاحنا واحد يعني واحده واحده. لو الفيديو طول هنخليه على جزئين عشان برضو مش عايزه حد يميل. طبعا يفضل ان انت هتسيبي هنا امان، هتسيبي امان، وطبعا انت بتبقي مدخله البراح. يعني انا دلوقتي مثلا لو انا عايزه الحاجه دي براحه اتفقنا ان هتحطي 3 سنتي ده اقل حاجه، وبتسيبي الامان بعد كده برضو. يعني بيبقى عندك هنا ده خط الخياطه، وفي كمان هنا كمان خط القص بتاعي اهو، وهاجي اقص كده. اتفقنا ان انا حردة الجيرو يا جماعه بقصها مظبوطه تمام. طلعنا خلاص كده ادي الخلفي وادي الامامي بتاعنا خلاص اهو، ده كده الصدر اللي فوق. طب ايه اللي ناقص عندنا؟ اللي ناقص احنا اتفقنا قبل كده كتير، قلنا بالنسبه للجزء الامامي
بتاخد الفرق بين طول الامامي وطول الخلف على ما فيش كده لحد النص ده للامامي، وفي بالنسبة للخلفي بناخده دايركت على طول نفس المسافة اللي احنا خدناها في الامامي بناخدها في الخلفي ايه على طول دايركت كده اهو، تمام اهو. طبعا ده كده عندنا الامامي والخلفي. طبعا هتقص السجاف، هنحط طريقة السجاف في الديسكريبشن في صندوق الوصف تحت عشان تعرفي اذا كان مدور او كده، بتاخدي نفس الشكل يعني، هي بيفرق ان هو بيبقى مدور او مربع بس، تمام، عشان طبعا دي لازم تتنضف. اوكي تمام. بعد كده اهو ده كده طبعا ده الجزء اللي فوق، طبعا هتخيطي الكتاف وبتعملي السجاب بتاعك خلاص. اوكي تمام، ده اول جزء كده فوق. طب نيجي للجزء اللي تحت اللي هو عبارة عن الجيبة اللي فيها كسرتين يمين وكسرتين شمال، هنشوف هنعملها ازاي. انا يا جماعة عندي مفروض الكسرتين دول في اللي هما كسرتين يمين وشمال 4 كسرات، مفروض ان هما في الامامي لكن الخلف لا مفهوش حاجة. فانا هنا هعمل ايه؟ المفروض ان انت عندك بتعملي ايه؟ بتعملي بتزودي على دوران الوسط بتاعك الكسرات بتاعتك، تمام. لو انت عايزاها لحد اللي ما تبقاش مدية وسع لتحت ونازلة على ما فيش، بنزودها على الوسط بس وبننزل على ما فيش لأرداف. طب انا لو عايزاها تديني وسع تحت عادي، انت ممكن تزودي وبنفس الوسع بتنزلي لتحت، فبراحتك خلاص تمام. فانا هنا هعمل الكلام ده حسب بقى ما انت عايزه يعني، عندك اختيارين، يا اما دلوقتي مثلا دوران الوسط لحد هنا ايا كان ربع دوران الوسط بتاعك لغايه النقطه دي، طب ده كده ربع الوسط مظبوط. طب انا عايزه كسرتين في الربع بتاعهم، كل كسره مثلا 3 4 سم، يبقى انا هزود هنا من 6 ل 8 سم واقول لحد هنا، يبقى كده الوسط ده كده بتاعي، تمام. طب انا لو عايزاه تختفي لحد الارداف دي لحد الارداف، فبنزل هنا كده ايه على ما فيش هنا الارداف يعني، حتى لو الارداف بتاعتي اهي مثلا ده الاساسيه بتاعتي تمام اهو، ودي لسه ما حسبتهاش الكسرات، انا بنزل على الارداف برضو. انا عايزه افهمك ان انا مش هنزل لحد لو انا عايزه احتفظ بالايه بشكل الصك بتاعي وعايزه صك يعني، لكن لا لو انا عايزاه مش صك انا هنزل على قفازيه بناء يعني المقدار هنا، زي ما وسعت في كل منطقه انا كمان هوسع هنا تحت على القفازيه يعني، ممكن تزوديهم فوق وتزودي تحت وخلاص. خلاص كده تمام، كده كده انت هتنزلي على القفازيه، فكده كده هيديكي وسع شويه عند الارداف برضو ماشي، لان اللي سالني على الشكل ده مش كروس خالص، اتفقنا تمام. طب لو بالنسبه بقى للخلف، لا الخلف يا جماعه عادي، خلف عادي، خلف ما فيهوش كسرات طبعا، الخلف مش هيبقى فيه كسرات. اوكي تمام تمام، هتعملي على مفتوح لو انت عامله سوسته نازله لبعض الوسط، يبقى الخلف على مفتوح، عامله عادي والدريس واسع شويه وعامله فتحه بس في الرقبه من فوق، خلاص اعملي على مقفول مفيش اي مشكله. طبعا ده حسب رغبتك وحسب شكل الديزاين واسع او ضيق، خلاص اتفقنا. فهنا انا هاجي هنا بالنسبه للخلفي باخد ربع دوران الوسط عادي، الهيب بتاعي الارداب بتاعتي في مكانها، باخد ربع دوران الارداب زائد البراح. يا جماعه لو انت طبعا اكيد المنطقه دي لو انت مش عايزاها ضيقه او بتحط لها براح طبعا، وبنزل بقى ده اللي انا كنت بقوله اهو هشرحه تاني، ان انا بنزل على قفازيه على اوسع ما عندي مثلا على القماش، ما بنزلش صك كده، شفت في وسع هنا دخل خلاص. طب انت عايزاه صك انزلي براحتك مفيش اي مشكله. فطبعا كده هنقص الخلفي لوحده والامامي لوحده عشان خاطر ايه، عشان خاطر هنا في كسرات عشان نعملها وهنا كمان إيه مفيش كسرات. فكده عندي الخلفي والامامي، بصوا الفرق بين الخلفي، احنا حطينا الخلفي اهو على الامامي اهو، هتلاقيهم ان هما من تحت عادي نفس الوسع، لكن من فوق في هنا حجم الكسرات هو الايه هو الايه اللي اكتر يعني، فهتلاقي الامامي من فوق اكتر. هنيجي نعمل كده الامامي، هتعملي هنا فورد في خط النص اوكي تمام، وهتشوفي انت عايزه تحطي الكسرات فين، عايزه بس الكسرات دي مترحله شويه عن مكان البنسه بتاعتنا. فانا مثلا لو حددت ان ده كده مثلا انا عايزه ابدا الكسرات بتاعتي من هنا، عشان انا لازم يبقى المكان هنا يا جماعه هو هو نفس المكان هنا. فهاجي اعمل بقى، شوف بقى انا عايزه كسرتين، انا عامله حسابي على ايه، على كسرتين، ادي كسره مثلا وادي كسره خلاص اهو، ادي كسره وادي كسره اهو، ثبتيهم. فتشوفي الشكل اللي انت حباه والمكان اللي انت عايزاه خلاص اهو، ونفس الطريقه الناحيه الثانيه
اهم. طبعا انتي بتبقي عاملة مقدارهم يعني القصرة انتي موسعة لها 3 سنتي هتبقى 3 سنتي، انتي موسعة لها 2 سنتي بتبقى 2 سنتي، بس 2 سنتي تبقى صغيرة قوي، هو 3 يا 4 سنتي براحتك طبعا. وبتثبتي معانا هنا طبعا برضو ايه القصرات بتاعتنا، تمام كده اهو. طبعا بتكوي بتبقى شكلها لطيف جدا، خلاص اهو. طبعا لما اجي طبعا المفروض ان انتي هنا الخلف يبقى قد ايه قد الامامي، اه لما نحطهم على بعض المفروض هنا كده خلاص، ما دام دخلتي المسافه بتاعت الكسورات هتلاقي الوسط بقى قد بعضه وطبعا تحت قد بعضه. خلاص كده هنعمل ايه بقى، هنشوف هنعمل ايه مع بعض. هنيجي بقى المفروض ان انا هاجي اقفل الجزء اللي فوق طبعا الكتاف زي ما احنا قلنا والسجاف، ونفتح لو انا فاتحه الظهر من ورا يفضل ان انا افرد ده واسيب برضو الدريس برضو اللي مفتوح ويبقى الوسط على الوسط. طب انا لو قافله وموسعه الدريس ومش لازم افتح عشان خاطر اركب، هتقفلي ده وتقفلي ده وتلبسيهم في بعض زي مثلا الكم او كده. كده احنا خيطنا كده الجيب بتاعتنا، وادي الكسرات وادي الجزء اللي فوق. طبعا هنا يا اما هتتني دون اوفر وتتنيه، يا اما افضل طبعا يا اما سياف او بيه. هنحط لكم الطرقه دي في كلها في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليكم الفيديو، تمام. فهاجي اعمل ايه بقى، هاجي كده احط وش على وش. طبعا ده الامامي اهو، احطه كده هدخله وش في وش، تمام، وابدا احط اركب الوسط في الوسط، تمام. ده احنا اتفقنا ده لو كان ايه، لو كانت القطع بتاعتي مقفوله اهو. هجيب كده خياطه الجنب على خياطه الجنب اهو، وش في وش، وهبدأ أثبت اهم الدايرتين اهم قد بعض قد بعض اهم، هبدأ أثبتهم مع بعض، تمام. ونشوف هنعمل ايه اهو، خيطنا اهو ادي الدايرة كده خلاص خيطناها. فلما نيجي نقلب كده اهو هتلاقي طبعا اهو كده نضيف، وادي كده الدرس بتاعك، وادي الكسرات اللي موجودة هنا اهي في الوسط بتاعك خلاص. طبعا هو طريقته سهله جدا جدا وبسيطه، ما فيهاش فكر يعني صعب ولا حاجه، خلاص تمام. مشيت الدبابيس دي بس اهو خلاص لطيف. حتى هو اصلا ده ممكن يبقى بيزك عندك تلبسي عليه كارديجان او اي اوبن تاني طبعا، ده غير الكوت اللي هو بتاعه الصغير قصير. هنشوف طريقته، طريقه سهله جدا برضو وبسيطه. هتلاقيني منزلاه بعد الفيديو ده ان شاء الله، بكره هينزل في الجزء التاني عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. اوكي هننزل نعمل الكود، طريقه سهله جدا وبسيطه ان انت كمان ممكن تطوليه تقصريه تعمليه على اي موديل انت عايزاه، فكرته سهله جدا برضو جميله جدا وبسيطه. هنكمل الطقم معانا، تابعيني بقى. ولو عجبك الشرح دارت بس ما تنسيش الفيديو اللايك ليه، ولو كده ياريت لو عجبك الفيديو بتشيريه عشان الناس كلها تستفيد. واشوفكم تابع بقى مع بعض، يلا باقي الدرس.